في هذه المناسبة يتذكر العراقيين دماء شهداء الزكية اللي سالت على أرض الوطن، سواء من القوات الأمنية أو المدنيين اللي راحوا ضحية لهمجية هذا التنظيم الإرهابي ووحشيته. طبعا هذا غير الجرحى اللي فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بإعاقات دائمية، غير اللي غيبتهم المعارك وما زال أهلهم يجهلون مصيرهم. معركة العراق ضد داعش كانت ملحمة عظيمة قدم بها العراقيين الغالي والنفيس لتحرير أرضهم من المجموعات الإرهابية. الفنانين العراقيين كانوا حاضرين في كل تفاصيل المعركة عبر الأغاني الوطنية الحماسية اللي قدموها واللي تغنت بالبطولة والغيرة العراقية، وعرفت الناس بقيمة اللي قدموه أبطال العراق من تضحيات على أرض الموصل وغيرها من مدن العراق.